السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. فدي ان شاء الله غادي نشوفوا بالنسنس مشاو واحد جوج كولومات ترابيز تدريع، جوج كولومات تدريع السجن وسط البحر مدينة الصغيرة. هو يعيشوا مع اللحظات لحظة بلحظة، ونديروا الرياكت ديالنا. خليكم مع الفيديو. جوجل مابس حتى لمدينة الصويرة. انا بطني شين هاي مدينة باش كيعجبك دابا بالنسنس، هو اي حاجة كيبغي يديرها ولا كيبحث عليها مزيان، كيشوف شنو غيدير، ما التخطيط كامل كيديرو باش يهرب المسافة اللي غيدوز منها، اللي من خصو يسلك راسو وصافي. اخوان خليكم معانا. صافي، قداش فيها؟ 142 الف نسمه، 142 الف واحد اللي كيسكن فيها. الغرض ديالنا ماشي في الصويره الدري، الغرض ديالنا في الجزيره الجزيره. غادي نشوفوا المسافه ما بين الجزيره والمغرب. دابا هي محتله من طرف البرتغال. غادي نجيو هنا، غادي نردو المسطره. هاي الشط واضح، الماء فيه كيف زق، هذا هو القاع ديال الماء. غنمشيو هكا، غنجيو هنا 100 200 300 400 500 600 400 متر. اجي نطلع شويه، انا نشوفوا شو 400 متر فين جات. باقي 2 كيلومتر، 2 كيلومتر، 2 كيلومتر، ها هو 2 كيلومتر الدراري ما بين قريب. المغرب والجزيره 2 كيلومتر على حسب الكوران. هذه هي البلاصه اللي كيموتوا عليها شحال السور في المغرب، كيجوا لها من انحاء جميع العالم المعلومة. كيسور فيه هنا. البرتغال، امريكان، اسبانيا، الارجنتين، السويد، النرويج، فيرلندا. المهم الدرب ما نطول عليكم، يلا نمشيو. الاغلاط اللي درتهم ديك النهار ما خصنيش نعاودهم، ما خصنيش نضرب في نفس المنطقه اللي كنت غنضرب فيها ديك النهار. شنو خصني نهرب عليها؟ نضربو فيها طويلة على الدراري، أنا عاود نرجع. الأدرينالين، الأدرينالين، عرفتي عرفتي ملي كتبغي دير شي حاجة وكتعرف راسك بغيت ديرها وغتوصل ليها. الصباح دابا 6 الصباح. لا بكري. كيف غنجيو هنا دابا؟ باش نطول عليك، كنبغي نعيشكم الدراري. أنا قرع، معروف قرع. نديرو هكا باش نسترو. الإنسان، قوم راسك. يا الدراري دخل، غندخل نبارطاجي ليكم عرفتي. يلا 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 نمشيو. ظلمات الليل من الفم، غادي غادي معاك. اوه نسمع اللحظات. دراري هذا البحر ما مرت ليا بالماء، اذا غادي نسمح فيها. هذه غادي نسمح فيها الدراري، ما مرت ليا بالماء، ما خصنيش نكمل فيها. خمسه قد نحبس انا دابا، حيدت تبشات ما بقاتش عندي. امشي بحال هكا ما عندي منزل. لا اله الا الله، ما عمري ما ننسى هذا البلان هذا. تخيل معايا الدراري البارح مشيت مع السبعه، مع الدراري اخي بلان ترى. يا الدراري قطع عليكم، تشرفوا تشرفوا، ندير لكم فيديو عشان نوصل. الدراري اخي بلان ترى في حياتي والو، قسما بالله حق لا اله الا الله، ما عمري عمري ما ننسى هاد البلان هذا. تخيل معايا الدراري البارح مشيت مع السبعه، مع النهار مع العشره، ركبت في الكار، وصلت تما مع السبعه الصباح، حطيت حوايجي ما نعستش في الكار وما نعستش كاع، حطيت حوايجي في لوطيل، لبست الحوايج ديالي ومشيت نيشان للتزيره، ودخلت للتزيره، ضربت 2 كيلومتر وسط البحر، دخلت ليها الكيلومتر ونص الاول، فيديو تسجل زوين، الكيلومتر ونص اللي باقي الكاميرا بدات كتخلوط بحال اللي قاصها شي مغناطيس. الدراري قسما بالله العلي العظيم، قسما برب العلي العظيم، اول مره غتري هاد البلان هذا. ديك النص كيلومتر اللي الجزيره تصورات مزيان، ولكن التصاور ديالها بحال اللي مخربقين، بحال اللي الكاميرا تاثرات. ما فهمتش الدراري واش كاين تما شي كنز، حيت شي حاجه مغناطيسيه، الا كانت شي حاجه مغناطيسيه كبيره كتاثر في الالكترونيك. دخلت تما الدراري، الفيديو تصور زوين، ولكن الكاميرا الكاميرا متقله، فهمتيني، والصوت ما كاينش. مي جيت دابا للدار تصدمت الدراري قسم بالله داكشي، وجيت دابا حاليا دابا يلاه وصلت للدار، يلاه وصلت تقريبا شحال الساعة ما هاي 18 دقيقة يلاه وصلت للدار. حطني الكارت كومبوتر اللي ساكن سوارة، راه عارف هاد القصة ديالها. اللي كيبغي يوصل ليها الدراري عومان راه كيجرو البحر كيموت الدراري، حيت كاين واحد السرعة ديال 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 التيار هنايا اللي ما عادية. ملوك الجن ولا شي لعيبة، حيت أصلا مهجورة هي من 1887. شوف الطريقة كيفاش جمعت عليها. هو شوف دابا أنا غادي نيشان للحبس القديم، كاين فيها حبس قديم وكاين فيها جامع. الحمد لله ملي صورت لي دابا الدخيل مع الدراري، كون مشيت لتما ما صوراتش
وجيت للدار كنقلب فيديو ما لقيتوش. هاتم خاصة قديم هرب كاين قاعدة فيها كده حبس الدراري، فيه 7 البيبان الدراري، الا بغيتي تهرب منه خاصك 7 البلايص، كل بلاصه فيها حارس ولا جوج حارس، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن، 8 البيبان الدراري عاد كتدخل للحبس الكبير. شو الحبس قداش؟ شو الساحه ديال الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، 7 البيبان اصاحبي، 7 البيبان عاد كتخرج، وما كتخرجش حريه، داير عليك البحر عاوتاني، والبحر كله المنطقه ديالو كامله فيها العسكر، هذاك الشيء حبسوش من حبس هذا. ديال الحراقه. شو الساحه قداش؟ والطول ديال السور تكون واحد 7 8 متر ولا 6 متر. انا دابا مور الحبس الدراري، دابا غادي للجامع، شو الجامع كي داير شواريب، في واحد مرش راشي راشي واحد مرشي بزاف، شو كله طاح كله طاح، كون داروا له الدراري الترميم كذا وقادو غتولي واحد المعلمه تاريخيه، ولكن الجزيره باقي ما عرفناش هي اصلها مغربيه، ولكن باقا حيت كانوا محتلين شرع البرتغال. طورات شو هادشي. دابا طالع السومعه، اشو السومعه مظلمه ظلمه، والتراب اللي فيها راشي صافي، كنقول دابا هاد الخطوه الخطوه الاخرى صافي غتريب بيا ولا شي حاجه. طورات صحيح السومعه تكون في واحد 12 متر ولا 10 متر بحال هكاك، ولقيت البيضه الدري ديال الحمام تما، مشينا كاين واحد الديكور واعر، طلعت تما حسيت بواحد الاحساس في شكل، وفي نفس الوقت ملي خرجت ملي وصلت الجزيره قسم بالله راسي تزير عليا بزاف، راسي ضرني، طلعت للسومعه دابا. شو الديكور كيفاش داير؟ راه اقدم صومعه في المغرب دابا، بحال والو، شكون اقدم من 1885 ولا 87، هذا البلاصه فين كيصليو الناس، الامام فين كيصلي، تكون فيها شي بلانط ما كاينه داكشي مجنون صغيور منهم بحال اللي داروا قليله هاد التوريس البلاصه وكذا داروها على العساكريه، العربيه مشي فين والله كيصلي وكذا، مشي وصلوا لها للناس ديال الطول مثلا. اسمع عليا، شوف الجامع مبنى بالحجر، كاين والو، كاينه جامع وحبس. انا دابا غادي ندور اللور ديال الجزيره وغادي نشوف شنو كاين. ها المدافع، المدافع موجهين للمغرب، بان الجزيره كانت مستعمره من طرف المغرب، شتي موجهين للمغرب، فهمتوني دوك المدافع ديال باش الا كان شي حاجه المغاربه الا بغاو يهجموا على البرتغال، فهمتيني البرتغال يكونوا قدروا على بال يشيروا فيهم. ها البيضه الدراري، البيض ديال عوه ولا ما ديالهاش، المهم عوه ديال عوه، اكثر ديال عوه. دابا غادي يمشي اللور ديال الجزيره، ها هو البيض عاوتاني، لقيت 4 البيضات 3 البيضات اخرين، غنمشي للور ديال الجزائر وغادي نشوف شنو كاين هنا. الدراري بحال اللي قلتي بيوتة ديال العسكر، فهمتيني بيوتة ديال العسكر، بحال بيوتة هادو، ما كاينش ما يمكنش يكون كوري وتما في الجزيرة. غنوريكم الدراري واحد القضية قسما بالله العلي العظيم، اللي لقيت لاكاب تحت الجزيرة، لاكاب انا غادي نوري لكم دابا هنا من اللور، من اللور ديال الجزيرة. انا بحال اللي كتشوف جيت جيت الميريكان، جيت كاين والو، ما كاين والو، فيها غير جامع وحبس، انا كنسحب لي فيها تكون فيها شي حاجه، ولكن الحمد لله ملي تصور لي الفيديو، راه تخيلوا معايا الدراري كون جيت للدار وما لقيت لا فيديو لا يبقى في والو، الحمد الحال. لله ملي تشد لي هاد اللقطه هادي. ها هو شتي شتي انا هبط لي شتي هذاك الدراري، راه حبس راه تحت الارض، واش كانوا كيخبوا فيه الماكله ولا الله اعلم. المهم الدراري هادشي اللي كاين، نشوف شحال بقى في الفيديو، الفيديو بقى فيه والو، صافي هادشي اللي كاين الدراري. انا دابا راه غادي نعاود نرجع، غادي نعاود نرجع، ها انت هو البيض عاوتاني هنايا، الحمد لله ملي تسجل، المهم راه هادشي اللي كاين، الحمد لله تسجل لي الله فيديو الله زويون، الله راه الحمد كون كون ما تسجل دابا كون كون تسجل لقيت وليدات، يلاه تفقس هاد الوليدات هادو، يلاه تفقس. المهم الدراري قدر الله وما شاء فعل، تخيل معايا الدراري 450 كيلومتر الو، وقست في الاوتيل كيف ما قلت لكم، ودخلت شي الجزيره وما ارتاحش ما والو، وعاود خرجت من الجزيره ومشيت للاوتيل هزيت الحوايج ديالي وركبت عاوتاني في الكار، حيت داك الكار اللي جيت فيه مشيت فيه 450 كيلومتر 450 كيلومتر عاوتاني الروتور، وجيت للدار وتلقى الفيديو مخربق، حمار ولكن طليطة العلامات ديال الدراري درت لي عليا كنت تصورهم كمل في على الله، الكراس كمل كما على الله، صورتي ربي يكون في ولا خدمتي، راكب بان الحمد لله لقيت الفيديو مخربق، كون ما لقيتوش راه هذا هو المشكل، فهمتيني، ولكن كون ما لقيتوش ما عنديش مشكل، كون لقيت الفيديو بان تخربق تما نعاود ندخل، والله حتى نعاود ندخل، ولكن انا السيستم ديالي هو ان ملي كنمشي شي بلاصه كنصور فيها كنجي للدار كنقعد كنمونطي، فهمتيني، ما كاينش ما نصورش مونطي، اي واحد كيديرها. وبمناسبه الدراري الله بالمناسبه السلام عليكم ان ورحمه شاء الله، الله درت واحد وبركاته. التيشورتات درت فيهم اللوغو ديالي ودرت فيهم واحد السواقه، المهم غادي نخلي لكم التصاور، واللي بغى مع الدراري يدوز عندي الواتساب والانستغرام، مارك ديالو نخلي لكم واتساب انستغرام في التيشيرتات اول كومونتير، لا نخلي لكم في صندوق الوصف تحياتي لك وفي خيي، الكومونتير، اللي بغى يتواصل معايا انا اللي غادي ديالي معك في الانستغرام، انا مساجة. اللي غادي يدوز معك في الواتساب، السلام عليكم وانا اللي غادي ورحمه ندير لك الريفريزو ان شاء الله.